ممكن على الجبنة من 24 نوع من الثدييات في العالم. ومضغ اللبان استنوا يحميك من تقشير البصل طول النهار ومن الدموع اللي بتنزلها. والعسل شايفينه؟ هو الوحيد اللي عمره ما بيبوظ. واللوز من فصيلة المشي. والمصيبة التاجرة اللي بتجي على راسنا ان الاتنين بيتخنوا، شايفين؟ الفول السوداني يتصنع من ايه؟ من الديناميت. الاناناس بيستوي يجف 18 شهر، يجي حوالي كده هوادي 18 شهر حوالي كده سنة ونص. شفته؟ هل تعلم أن الفيل البيبي يقدر يشرب 80 كيلو لبن كل يوم، ويقدر يشم ريحة المية من على بعد 5 كيلو؟ الضفدعة لازم تغمض عينيها عشان تقدر تبلع. البقرة بتدي حوالي 200,000 كوباية لبن في حياتها. القطة بتقدر تشوف 6 مرات أحسن من الإنسان بالليل. نوعين من الحيوانات اللي بيقدروا يشوفوا من غير ما يلفوا راسهم هما 2 يا جماعة، الأرنب والبغبغاء. إن الهدهد إذا غابت أنثى لا يأكل ولا يشرب حتى تعود، وإن مات لا ينظر إلى أي أنثى بعدها أبدا. وإن البطة تعيش مع ذكر واحد فقط، وإذا مات تبقى وحيدة طوال العمر. يا رب هدهد رجالنا وبضبط نسائنا.